مواقف الحكماء ودرر الأولياء. قال حكماء العرب: أربعة إياك أن تخسرهم في حياتك: من أسعدك وأنت مهموم، ومن ناصرك وأنت مغلوب، ومن تحملك وأنت غاضب، ومن دافع عنك وأنت غائب. قال حكيم: تعلمت أن المال يشتري لك الطعام والدواء، لكنه لا يشتري لك الصحة. المال يشتري لك المعارف، لكنه لا يشتري لك الأصدقاء المخلصين. المال يشتري لك سريرا جميلا، لكنه لا يشتري لك النوم. المال يشتري لك الكتب وربما العلم، لكنه لا يشتري لك الفهم والثقافة والحكمة. قال محمد بن كعب: قال لي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: صف لي العدل يا ابن كعب. قلت: بخ بخ، سألت عن أمر عظيم. كن لصغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل منهم أخا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم، ولا تضربن لغضبك صوتا واحدا فتكون من العادين. قال أحد الحكماء: أربعة حسن وأربعة أحسن. الحياء من الرجال حسن، لكنه من النساء أحسن. والعدل من كل إنسان حسن، لكنه من القضاة والأمراء أحسن. التوبة من الشيخ حسن، لكنها من الشاب أحسن. الجود من الأغنياء حسن، لكنه من الفقراء أحسن. بكى الشاعر جرير على الفرزدق حين علم بوفاته بكاء شديدا، فقال له قوم: أتبكي على رجل تهجوه ويهجوك منذ 40 سنة؟ قال: إليكم عني، فوالله ما تبارى رجلان وتناطح كبشان فمات أحدهما إلا تبعه الآخر عن قريب، ومات جرير بعده 40 يوما. وهذا الهجاء بينهما أخرج شعرا غزيرا وأدبا كبيرا، رحمهما الله برحمته.